كنت سكرتيره الشخصيه بتاعته، وفي يوم دخلت لقيتني مقضيه على ورق. بصيت لي بس، في خلال يومين لقيتها ملبساني قضيه سرقه وما رضيتش اتنازل عنها الا لما رحت بوست ايديها، غير ان هي قطعت عيشي من المكتب ومن كل حته كنت بحاول اشتغل فيها. ست واصله قوي بس قذره زباله قوي. بصت عليا رجالتها وكسروا رجلي كسر مضاعف، كل ده عشان كنت مديره الموارد البشريه في الشركه. سمعت يا الله، هو ايه الموارد البشريه دي؟ هو حضرتك ما تعرفش الموارد البشريه يعني ايه؟ لا انا اعرف اخو تامر بصراحه. تامر؟ اه. هو ايه القلم ده؟ ها؟ القلم ايه؟ لا ما تشغليش بالك حضرتك، دي عاده سيئه كده عندي بس يعني. تتكسر رجلها. دي حاجات دمياطي، قايمه دي تتكسر كسر مضاعف. تيستينج ميشن. مش حضرتك. الله، طب انتوا كده لخبطتوني. طب الوليه دي معقده من الحريم. طب انت ايه دخلك في الموضوع ده؟ هو عادك ده يعني لا مؤاخذه له في الشمال؟ على فكره عيب اللي انت بتقوله ده. انا اترفدت عشان مراتي جت الشركه بس وسلمت عليه. ايه القلم اللي في ايدك ده؟ انت عمال تشاور بيه كده، انت بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه بالقلم ده؟ لا حضرتك مش غيرش بالك، دي عاده سيئه كده عندي. طردتني من المكتب وجابت لي بلوس الادب في البيت. لا والله يا مس فراور ولا روز مش ورده. ورده. لا والله مالهاش حق يا ستي. ده انا ما عملتش حاجه، ده انا كنت بفكر اعمل مساج بس. تعملي له مين؟ مساج. مساجي بخير. لا والله يا غلطان. اعمل لك مساج؟ ها؟ تحب اعمل لك مساج؟ هو ده معانا ميشن تيستنج. هو ده كده معانا؟ انت بتكلم حد؟ لا حضرتك، هو اصل دي عاده سيئه عندي كده يعني. طب عادي مفيش حاجه، نهدم. ها؟ عادي. ليمون بنعناع. ده مساج مش حاجه يعني. مين يا فنان؟ مساج. لا انا اعرف اخو عصام. انت عارف انا لو كرهت حد في حياتي ما كرهتش قد الست دي. هو انت من ساعة ما قعدت معايا ايه القلم اللي انت عملت تشاور لي بيه ده؟ دي كاميرا صغيرة كده يا ست أمل، أنا بسجل كلامكم بيها وصوت وصورة يعني، أنت خدت بالك منها ولا إيه؟ خدت بالي. فعلاً؟ يا ريت. فيري سمارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة ايه ده؟ موتوسيكل بعته؟ ودفعت ايجار الورشه ومرتبات الصنايعيه وده اللي فاضل منه. ده كان عزيز عليك قوي. طب مش زعلان؟ يعني وبعدين انت مش كنت محتاجه فلوس؟ اديني اتصرفت. وبعدين ما تقعديش تقطميني ان انا بعت الموتوسيكل، لاني اكيد ما كنتش عايزه ابيعه. طب طالما ما كنتش عايز تبيعه مش كان احسن تنزل تشتغل؟ هديل انا ما صدقت ان ربنا هدانا، ارجوكي مش عايزه اتخانق. ولا انا كمان. طب انا مضطره اخد من الفلوس دي شويه علشان ادفع فلوس ايجار الجاليري. يا حبيبتي الفلوس كلها معاكي، خدي اللي انت عايزاه. ثانك يو. على فكره انت وحشتيني جدا. سيف مش قادرة وتعبانة ومليش نفس. انت بقولك وحشتيني. ايه يا سيف في ايه؟ انت بقيت اسوأ من الاول، مالك؟ خلاص 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 خلاص. استهدي بالله ووطي صوتك. استهديت. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ناتالي تمام. تفضلي مدام هدى. اوكي. ايه ده؟ اجي ليه؟ هيدا سيستي، نحن رح نستلم وبعد شوية بتستلمي المصاري.
اوكي ديل، بس ده عشان اول تعامل معي. توتافي ميرسي كتير. ميرسي. بون سوار. باي. بص يا باشا، انا هخليك يا باشا تشوف الشركه حته حته يا باشا. وعدك مع بتوع الامن صديقي رجب هو اللي هيقول لك على كل البلاوي الموجوده في الشركه يا باشا. انت مالي ايدك من الواد ده؟ اه يا باشا ده صديقي يا باشا. مالي ايدك منه قوي يا باشا؟ مالي ايدي قوي يا باشا، ما تقلقش يا باشا. قد ايه كده يا باشا؟ يعني قد بتاع 20 سنه كده يا باشا. يعني يعملوا لهم كام كيلو كده؟ لا يا باشا والله مش عارف احسبها يا باشا لو بالكيلو يا باشا. طب ما علينا، انا عايز اقول لك حاجه بقى مهمه جدا. قول يا باشا. عارف لو الميشن ده تم على خير؟ اه يا باشا. جناب الامباسادو هيبسطك قوي. اه يا باشا انا تحت امر مصر يا باشا. بس يا باشا ممكن اعرف مين جناب الامباسادو ده يا باشا؟ يخرب بيتك، انا قايل لك ايه قبل كده؟ معليه مفيش حد ابدا يجرؤ يذكر اسمه. في ايه يا عم؟ ده حاطط لك جائزه كبرى. تمام يا باشا. لو الميشن ده تم على خير هيدي لك الجائزه الكبرى. يا باشا الجائزه الكبرى بقى يعني وربنا يكرمنا كده و... الفضول قتلك. يا باشا طبعا والله يا باشا. الفضول هتموت وتعب. والنبي قول لي يا باشا. قول لي والنبي. الجائزه الكبرى طبعا انت عارف معليه كرم بورم ملوش حدود. طبعا يا باشا. هيضطر اسفا انه يديك الجائزه الكبرى بكل فخر. ايه هي يا باشا؟ قول لي يا باشا. انا فضول قتلك يا باشا والله عايز اعرف. قول لي يا باشا. باكل بان ومشت كبريت. باكل بان ومشت كبريت يا باشا؟ مشت كبريت ده باشا عن بيه يا باشا؟ تعمل بيه ايه؟ هتنور بيه في الضلمه يا ابن النور يتقطع يا غبي. يا شعب باشا. غريب يا باشا. اذا كان يا باشا اذا كان كده ماشي يا باشا. ولا بيتمر فيكم يا باشا. خلاص يا باشا انا موافق يا باشا. انا تحت امر مصر يا باشا والله العظيم. كبريت كبريت يا باشا. مصر هي امك يا جابر. عارف والله يا باشا عارف. خلاص يا ماما بقيت عروسة. أنا مش متخيلة إن أنت هتسيبيني أبدا. ومين قالك إن أنا هسيبك؟ أنا على طول هبقى عندك على فكرة. على طول عندي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص أنت بقى عندك بيتك. أها. بس ممكن تبقى تروحي لحماتك يوم في الأسبوع ولا إيه يا مدام؟ بصي يا حبيبتي اللي يشوفوه يعملوه، أهم حاجة إنهم يكونوا مبسوطين. إحساسك إيه وأنت بتجوزي ابنك؟ صدقيني بتمنى من قلبي إن ربنا يسعده في حياته الجديدة، وأهم حاجة عندي ربنا يهدي سره هو وجان. على فكره يا طنط، انا وعماد سرنا هادي على طول. ومالك حبيبتي؟ جان كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. خير يا طنط؟ في حاجه؟ عايزه اتكلم معاكي بس كلمتين. اوكي قوي قوي. انا اسمك انت رايح فين؟ مش خلاص وصلتني؟ اتفضل امشي. خلاص وصلتني اتفضل امشي. وانا السواق يا امل هخش اسلم على ماما وجان. لا كل اللي جوه بنات بس. وفي ايه؟ هو انا غريب؟ دول قرايبنا واصحابنا. اتلم يا امجد وبطل تماحيك. مبدئيا توطي صوتك احنا وسط الناس. ها وبعدين ايه تماحيك دي بقى؟ انت فاكرني مش فاهماك ولا ايه؟ لا انا عايز اعرف انت فاهمه ايه يا امل. امشي يا امجد. لا فاهمه. بتقول حاجه؟ لا مفيش. سلام سلام سلام. ازيك يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يا ابني؟ ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. انت رايح فين؟ لا ما كان نفسي اقعد بس للاسف بنات بس. طب ايه يعني؟ اقعد معانا شويه. لا ما انا ما اقدرش. امال جوه؟ مش بقول لك كان نفسي اقعد، بقول لكم ايه؟ انا مضطر امشي بقى. بس هعمل ايه؟ خلاص هنشوفك في الفرح ما تقلقش. الفرح؟ ايوه مش هيبقى بنات بس. لا هيبقى ميكس. ايوه انا مستني الفرح. هحاول اخلص من امان. يلا يلا باي باي. حاضر يا ساتر. ايه ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. حياتي حياتي العروسه.
اتاخرتوا كده ليه؟ معلش كان زحمه شويه. ايه الحلاوه اللي انتوا فيها؟ شفتي لا 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 انتوا اتغيرتوا وتشيكتوا على على حسك. ايوه طب يلا عشان نرسم حنه بقى قبل ما الدنيا تبوظ مننا بسرعه. مدلعاكوا بقى وحنه وايه؟ لا سوسه بقول لك ايه؟ دول صاحباتي عايزاكي بقى ايه تشخبطوهم لي حنه. بطيهم لي ملافز ملافز خلاص. اوكي اوكي هجيلكوا على طول. نور يا عروسه. والنبي يا سوسن ظبطيني. مين اللي هتبدا الاول؟ انا هبه. ماشي ممكن اولع سجاره؟ بس امسكها في ايدك. ماشي. هاي ازيك؟ هاي ازيك يا ميني؟ عامله ايه؟ سوري مش هقدر اسلم عليك. ولا يهمك. عقبالكم. ميرسي. عقبال ادم. ياه لسه بدري. لا ولا لسه بدري ولا حاجه. في ثانيه هتلاقي العمر عدى. اكتر حاجه بتعدي هي العمر والوقت. مش هتحسي خالص. هتلاقي عريس. وتجيلك واحده بقى تاخده منك وتعملي حما عليها. لا انا مش هبقى حما خالص. ليه حرام اعقد البنت اللي هتاخده؟ مش كفايه انا واللي حصل لي؟ طيب اسيبكم انا بقى واروح ارقص مع حماتي. اصلي بحبها قوي. غريبه البنت دي قوي. ولا هي مبسوطه ولا امجد مبسوط. ولا هيعرفوا يتطلقوا. احنا ليه دايما متخيلين المسيحيين بس هم اللي ما بيعرفوش يتطلقوا؟ في مسلمين كتير كمان ما بيتطلقوش. ما بيبقوش سعداء. بيفضلوا مكملين وعيشه والسلام. الطلاق مش سهل على فكره. بس هو ليه رومانسية بتروح كده بعد الجواز على طول؟ يعني بمعنى انك تلاقي الاتنين كده اتطفوا، في حاجة بردت ما بينهم. ممكن عشان الراجل خلاص بيكون خد كل اللي هو عايزه فخف الحماس، وهي كمان بتكون عملت كل اللي نفسها تعمله، فالاتنين يرجعوا من شهر العسل زهقانين من بعض. صح. وساعتها بقى يدوروا على الخلفة على طول، هي حاجة تلهيهم ويتبسطوا بيها والساقية تمشي زي بالتهديل. مش عارفه ليه بحس ان الجواز اللي زي ده بيبقى فيه حد غبي وحد ذكي. كل ما الوقت بيمر الذكي بيتحول لغبي، يمكن اغبى من اللي معاه كمان. اه والله انت بتضحكي. هديكي مثال. مثلا تلاقي الذكي عايز يجدد، عايز يخرج، عايز يسافر. الغبي اللي قدامه يحبطه يقول له يلا نخرج. لا تعبان كسلة. بكرة أصل أنا عندي شغل بدري. أصل العيال مش عارفة عملوا إيه. شوية بشوية تلاقي الذكي ده اللي عايز يجدد تحول لشخص غبي جدا. استسلم، زهق، سك، طنش، بطل يعمل مجهود. هو كمان ما هو يزهق، ما هو بني آدم بيزهق. فيحصل بقى فتور وجاب ما بينهم هما الاتنين. الحياة تقلب ضنك. مأساة. زي أبويا وأمي وأبوكي وأمك. على فكرة هتحشد في كلامكم شوية. فضل. انت بتتكلمي صح. مش رجالة دي عايزة الحر. ايوة. مش كلهم يا ساوز. انت متحاملة عليهم قوي. طبعا. بص على الحنة. الله حلوة قوي. تسلم ايدك. حلوة قوي. انا عايزة زيها كده بس اصغر ممكن؟ اوكي. ماله جميل؟ سرحان كده ليه؟ شكلك كده في حاجة جديدة. بصراحة في واحد مشدود لي وأنا كمان مشدودة له. مين؟ حد عرفه؟ مين؟ إيهاب. إيهاب؟ جوز علياء؟ آه الله يرحمها. الله يرحمها. بس أنتِ كنتِ بتقولي إنه كان بيحبها قوي. آه بس يعني مش هيفضل كده على طول. بصراحة الواد اتشد لي وأنا كمان مرتاحة له. مرتاحة له قوي يعني؟ قلبك مرتاح له بجد؟ آه قوي. خلاص اعملي اللي انت عايزاه. بس ابوكي هيوافق؟ وما يوافقش ليه يعني؟ هو ايهاب واحد مراته ميته وبس يعني عادي. اه انا معاكي بس انا معرفش طريقه تفكير ابوكي في الحاجات اللي زي دي ايه. بصي هو هياخد مني وقت صغير بس عشان اقنعه وبس. طب يا ساوسه ممكن تعملي حنه انا كمان؟ خلاص. أوكي. انا؟ ميرسي. اه خلصت كده انت. كان نفسي بقى تجيبوا لي بدله رقص والبس بدلة رقص كده بس انا كنت واثقه ان حماتي ممكن تقتلني. هو انت بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا يا واد يا جاب. امال؟ طب قولي لي بقى يا جو. وضبتي نفسك؟ ايه الجمله؟ وضبتي نفسك كده اهو.
قصدك ايه يا ساره؟ وضبتي نفسك دي على فكره عيب. عريس اسود ومني انت هبله يا بنت. والله على فكره هي هبله وانت قلت الادب. يا سلام قله الادب. على فكره انت مش قله ادب خالص. امال على فكره انتوا الاثنين عبط. لا بجد ازاي؟ انا عارفه كل حاجه بتحصل حواليا بس حطها كده في دماغي مدكنه. سلام والنبي. ايوه عموما لو عاوزتي حاجه احنا في خدمه يعني. ازاي؟ لا فعلا ازاي؟ تهبلي عيال؟ ليه؟ لا مش قوي يعني. اتفضلي. مش عارفين المايك معاكي. صاحبتكوا ايه؟ ابره. قولي يا خبره سمعينا. اشجينا اشجينا اشجينا. في حاجات بتيجي بالخبره. ايوه اوكي. في حاجات بتيجي بالاحتكاك. ايه الاحتكاك ده يا ساره؟ ايه الاحتكاك ده؟ بجد ايه الاحتكاك يعني؟ ايه ده؟ يعني ايه ايوه وضحي لي يا ساره. حاولي توضحي لي انا مش فاهمه. يعني في ناس ايوه بيبقى في ما بينهم. عمرك ما قابلتي راجل كده يعني مش تمام يعني؟ من ناحيه ايه مش تمام؟ لا 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 انا عارفاكي يعني. اه كده نقي صح انت. لا مش تمام يعني راجل مقرف كده. اصوات بقى والحاجات المعفنه اللي قالتها. لا 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 انا بالنسبه لي اللي مقرف واصوات وحاجات وده يطلع بره ما يقعدش. تصدقي انت عندك حق. دي فكره رائعه. انا هفكر في حاجه مهمه جدا يا بنات. ايه؟ انا ممكن اطرد عماد بره البيت من دلوقتي احتياطي لحاجه تحصل. انت بنتي ما بتصدقي يخرب عقلك. ربنا يكون سلام بجد. مسكين عماد. مسكين؟ اه والله قوي. على فكره الموضوع ده يعني ممكن يعني مش ضروري يحصل بكره، يحصل بعده، يحصل في اي وقت بقى. المهم ان انا ابقى مستعده نفسيا ومؤهله ان انا اعرف اتعامل معاه. تعرفي ايه؟ اعرف اتعامل. اعرف اتعامل. ما تجيش يا روحي. اعرف اتعامل. اصل بتقرفي الاحساس بيطلع. انت عارفه الكلمه الصادقه هي اللي بتبقى على اللسان يعني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ لا بجد يعني بمناسبه اني هتجوز وكده فاحنا لازم نستشير الخبره. اتفضلي. بمناسبه ان حضرتك ليكي باع كبير طويل وخبره دسمه عيل وعلاقات مهببه يعني ومتعدده. ايه بجد ايه؟ ايه كك وقوى. ايه لا حلو. هو ايه؟ خلاص ايه يعني؟ لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لذيذه جدا. لا انا لحقت اتكلم يا ماما. على فكره انت مندفعه جدا. حظي احلى حاجه. واضح ان البنت دي انحرفت. باظ انتوا رايحين مالي؟ خلينا مع العروسه. ايوه يا روحي مش انت اللي خبره. ماما لازم نسالك عن كل حاجه يعني. ازاي ادخل كده؟ لا مش انا سالتك. عايزه حاجه؟ انا في الخدمه. اقول ايه؟ ما هي قالت حاجه عشان تسالوني. اصبري شويه انا بس عايزه افهم يعني لما انت حساني صح؟ ايه حساني؟ مش حساني؟ مش فاهماني خالص. يعني قصدي اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اوكي تعملي ايه؟ ايوه. هي ما قالتش حاجه. هقول قولي. نرجع لموضوع هو ايه؟ ما هو ده الموضوع. العلاقات والانفتاح والانفتاح والسلسلة. البنت باظت. البنت باظت. البنت سخنت. البنت سخنت مني ولا ايه؟ على فكره هو نفس الموضوع اللي انا بسالها فيه. صدقيني. لا انا فاهمك بعدين. انت قولي لي وانا هترجم. اوكي قولي. يعني انا سؤالي اللي كان في الاول لو نرجع لمروانه. أيوة. انت أوكي. يعني مظبطه نفسك، جايبه لانجري حلو. لانجري حلو ازاي لانجري يعني ايه؟ لانجري حلو لمين؟ لا مادي. ده عيب على فكره. ده عيب جدا. يا لو قطع وقطيع. خدي بالك ان عماد متحفظ جدا. طب ما لا مفيش تحفظ في الحياه دي. برافو عليه. ايه مين اللي انت ايه انت؟ خليكي محضر. لا لا بجد عماد متحفظ. ممكن يقول عليا يا ست مش كويس. مفيش حاجه اسمها راجل متحفظ بجد. المواضيع اللي زي دي ده جوزي. صدقي انت قلت لي معلومه ما كنتش واخده بالي منها. مفيش حاجه اسمها متحفظ. ده جواز وهاني مون وليله دخله. كملي كملي كملي. لازم يبقى في دلع. لازم في حاجات حلوه. لانجري ظريف. ايه انا بسمعك. حاسه اني بكلم لوح. الوان لا يعني اسود فاحمر فاصفر. اسود فاحمر فاصفر. هي ازواق. ايه اللون الزبالة؟ انا بحب اسود. ماشي اسود ماشي بس اسود فاحمر فاصفر. المهم فيه لانجري ظريف. ايوه مش حاجات جدتي وكده يعني. في الحقيقه مش انا اللي جبت الحاجات دي. ماما اللي نزلت اشترتها. ماما؟ ماما؟ ازاي ماما؟ لا ماما ما تجيبش الحاجات دي صح؟ لا ماما هي اللي راحت جابتها وانا فاضيه. فاضية ايه يا جان يا حبيبتي؟ ما في ما قستيش؟
لا ماما ما عارفه معيش. وعلى مقاس ماما؟ لا بقى مش للدرجه دي يعني. لا 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 بجد انت دمك تقيل. انت ناسيه 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 انجليزي. لا 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 مش عسكري انجليزي ولا حاجه، بس فاكره زمان كنا اتكلمنا في حكايه ان عماد نمطي. بتهيألي مش هيفرق مع الحاجات دي. لا هيفرق بجد. الحاجات دي يا ماما بتفرق مع كل الرجاله. الرجاله كلهم. طب بقول لك ايه، ما تيجي معايا. لا تقريبا يعني. انت قلتي ايه المواضيع دي؟ تقريبا. خلاص قالت حاجه من ورايا. انت بتتكسفي يا بنت؟ خلاص ماشي. وش كسوفه والله اتكسفت. طب ايه اصلا ما تسالي. هتيجي معايا؟ هتيجي معايا. تعالي معايا. تعالي مع عماد. انا مع عماد عادي. انت صاحبتي روحي كان بودي والله، بس انا سايباهولك ده. انا متبرعه لك بيه. بأمارة ايه تيجي معايا؟ مش صاحبتي اتفرج. ايه اللي جرى ده بتاعتك دي؟ البنت دي سافله قوي. لا بصي، ما احنا سايبينك انتي، احنا بعتين راجل راجل وسيد الرجاله. انا اللي شكلي كده مندوب معننا المفروض يشرفنا يرفع راسنا، فانتي لازم تقومي بالواجب كامل. طبعا ماما انا يعني لو وقفت في اي مشكلة او حاجه اكيد هكلمك. كلميني. كلمي سارة. دي المرجع الكبير. وانت تلفن اواي. ها على طول على طول في الخدمه. ادعوا لي بقى يا بنات. يا رب ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يعطيني العافيه. الله يعطيك العافيه. تمسكي ايدي وبتدعي لي. بس خلاص خلاص. انا بس عايزه اقول لكم على حقيقه مهمه جدا جوايا، وده اعتراف انا محتاجه اعترف بيه. اتفضلي. انا عارفه كل حاجه، بس مدكنه كل حاجه في دماغي هنا. يا سلام. طبعا جامد قوي. جامده جدا على فكره. فيكم يا بنات. الف مبروك. الف مبروك يا طنط، عقبال ما تشوفي ولادهم. لا يا حبيبتي خلاص بقى، انا كده خلصت رسالتي. ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. جان كنت عايزاكي. قوي قوي. استاذنكم يا بنات بس عشان اقعد مع حماتي. طبعا. ايه حماتي دي؟ بيئه قليلها بقى يا بنتي. انا مش حماتك، انا زي امك. يلا يلا اذنك تطرقونا. الست دي شكلها طيبه قوي. بس جان ايه مش هتخص؟ حرام عليها، ما هو ابنها الوحيد اكيد متعلقه بيه برضه. صح ابنها. بس جايز تكون مريضه بيه. ما اعتقدش، شكلها ست عقله جدا يا فندم. وليه مفيش رقص وهيصه كده؟ مش عارفه. كنت عايزه اتكلم معاكي من فتره كبيره، بس للاسف ما كانش في وقت. انت عارفه بقى يا طنط، العفش والديكور والحاجات، كل الحاجات دي بتاخد وقت طبعا. يا حبيبتي انا عارفه طبعا. عايزه اقول لك يا جان انه عماد فعلا بيحبك. ده ابني وانا عارفاه كويس. انت واخده راجل بجد، هتعرفي كلامي ده مع العشره. انت كل حاجه في حياته. لا ما انا عارفه، عارفه ان عماد بيحبني كويس، ومتاكده كمان انه هيكون مبسوط معايا. ان شاء الله يا حبيبتي. انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحه. اتفضل. لاني بعتبرك زي عماد بالظبط. انا حاسه يا جاني ان انت حاطه حاجز ما بيني وما بينك. ما اعرفش بتعامليني رسمي قوي، وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين. يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض، بس للاسف ده ما حصلش. علشان كده قررت النهارده اني اتكلم معاكي واكسر الحجز ده بايديا. انا عايزه افهمك ان انا زي امك، يعني لو عماد عمل لك اي حاجه او ضايقك، وطبعا ده مش هيحصل وانا متاكده، تكلميني على طول وتيجي تقعدي معايا. انت عارفه ان انا ما عنديش بنات، وانت زي بنتي بالظبط. هو في حاجه يا طنط؟ يعني أنا من ساعة ما عرفت عماد في حاجة مضايقة حضرتك؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. طيب يبقى أنا صح بقى. بص يا طنط، كتر الكلام بيعمل مشاكل كتير قوي، علشان كده أنا حابة إن يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك. وفي سبب تاني، لحضرتك عمرك هتكوني أمي ولا أنا عمري هكون بنتك. ليه كده يا حبيبتي؟ علشان دي الحقيقة، عماد مش هيبقى زي أمجد عند بابا وماما. بعدين انا مش هكدب عليكي ومش هقول لك كلام مش حقيقي. انا مش هتدخل ابدا في العلاقه بينك وبين عماد خالص، ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه ان عماد حياته اتغيرت. يعني هو داخل على جواز، مش هيبقى فاضيلك على طول. حياته هتتغير زي بالظبط انا كمان حياتي هتتغير. مش فاهمه، ما تفهميني اكتر. لا هو في الحقيقه كده انا مش هقدر افهمك، تهيألي الايام كفيله انها تفهم حضرتك. انت شايفه كده؟ طبعا اكيد. معلش سوري طنط، عشان انا صاحباتي كده سايباهم لوحدهم. على اذنك بيت بيتك.
انت ازاي يا بنتي تكلمي طمطي كده؟ انا اسفه انا ما كنتش اقصد. انت كنتي هتوقعيني على وشي على فكره. بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. مش بيقولوا برضه عندنا في الإسلام نغض البصر يا شيخ سيف؟ ليه غض البصر يعني؟ بعدين قلت لك من الأول أنا مش عايز أنزل، أنت اللي أصريتي إن إحنا نيجي. مفيش حاجة يعني، أنا ما زعلتش. أنا بقى زعلت. أنا ابتديت أتضايق من طريقتك دي. أنا عايزة أروح. يلا. تخيل العيال النهارده سهروني في كباريه. انبسطت يا حبيبي؟ يعني انت عملت ايه في ليله الحنه؟ مالك؟ يا ماما انا مش هسيبك. انا ماليش غيرك. يا امي انا هفضل جنبك على طول. أنا مش هحضر فرحك يا عمو. ليه؟ مش هحضر فرحك يا عمو. مش هقدر أحضر فرحك يا عمو. مش هقدر أفرحك. مش هقدر فرحك يا عمو. خلاص فرحك. حضر ولا مش حضر كيف؟ على فكرة أنا كنت بتفرج على درس دين. درس حلو جدا يعني لازم تشوفيه. ما سألتكش كنت بتعمل إيه؟ أنت هتعملي إيه النهاردة؟ ولا حاجة. عندي كم مشوار وطلع بعد كده على الجاليري. يا ريت تسيب لي فلوس قبل ما تمشي. أحبتي الفلوس في الدرج، خدي اللي أنت عايزاه. أنا صاحب فكرة إن إحنا نتقابل الصبح. يعني أنا بشوف إن الواحد الصبح بيبقى ذهنه أحسن ويقدر يفكر أفضل. ولا إيه يا زين؟ زين؟ ما عليك لما تحتاجني اندهلي. أوكي. زين أنا احتجت لك. طيب تحبوا تشربوا إيه؟ لأن من الواضح إن آية وزين وفتحي مش معانا خالص. عنك أنت الطلعة دي يا أبلة، إحنا هنفطر الأول. وبعد كده هنشرب حاجه. اوكي. انت رايحه فين؟ هجيب فطار. عيب عليكي. اقعدي. الفطار معايا. فين يا زين؟ اهو. مفاجأة. انا قلت ايه؟ ناكل فطير وملح مع بعضينا عشان النيات تصفى. النيات تصفى؟
انت ليه يا ابني محسسنا اننا في البلد عندك واننا بنصلح ما بين عيلتين بالامطار؟ شيل الكلام الفارغ ده بسرعه، هاتوا هنا قدام. حرر. بقول لكم ايه بقى، انا عايزكم تجربوا الفكره دي. ما تجيب حته يا زين. قول له انت صحيت يا استاذه؟ ميرسي. يا ايه القرف ده؟ طب احنا جايين عشان نفطر ولا نتكلم في الشغل؟ احنا جايين نفطر يا استاذ. كل واحد يقول لي عمل ايه بالظبط. ابتدي انت يا زين. انا لفيت وطفت شمال ويمين وعرفت بلاوي كتيره. طب ممكن تطوف وتتكلم من الناحيه الثانيه؟ زين اتكلم حبيبي بعد ما تخلص اكل. ما عليك قلت لك اتكلم. وانت ايه عملت ايه؟ انا وفتحي رحنا قابلنا برد رحنا قابلنا الست اللي اسمها سوري. لا لا ولا يهمك، برد ابو ام قرفكم مع الصبح. انا ما اعرفش مين صاحب فكره ان احنا نتقابل الصبح. مفيش تاني مره، مش هنتقابل الصبح تاني مره خالص. ارمي الفطير ده، الفطير ده غريب في حاجه. الفطير برضه ولا في حاجه غريبه؟ ها مش هوصيكي، دي جوازة أعز صحباتي. هبة عيب عليكي، معايا خلاص بعت رجالة بتوع الكنيسة وبنفسي يا ستي هحصلهم دلوقتي. ما تخافيش هتطلع حاجة 100 100. أنا متأكدة. طيب يعني لو أنتِ متأكدة أوي كده، إيه اللي جابك؟ زيادة التأكيد. يعني مش عشان تيجي تشوفيني أنا مثلاً؟ مثلاً. ماشي انا همشي واشوفك في الفرح. انا هخلص الكنيسه هطلع الفندق على طول. خلاص اشوفك في الفندق. ماشي يا ستي. سلام. طيب سلام.